هذا الشكل النهائي البرياني، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. وبقدم معه سلطة خيار، بشرت خيار وحطيت له روب ولبن ورشة كمون ورشة ملح وثوم. السلام عليكم، اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. هسوي برياني بطريقة سهلة وبسيطة. عندي هنا دجاجة قطعتها على 8 وغسلتها بمي وملح وخل، وعندي علبتين روب، وعندي بيالة ليمون، وملعقة كبيرة جنزبيل، وملعقة كبيرة ثوم، وعندي هنا فلفل أحمر ملعقة كبيرة، وملعقة كبيرة كمون، ونصف ملعقة كبيرة كركم وملح، وعندي هنا الفلفل الأخضر الحار الهندي قطعته بس شلت منه البذور. يلا نقول بسم الله. شوفوا هذا الفلفل الحار اللي أنا استخدمته، تغسلونه وتشيلوا البذور من الداخل. أهم شيء وأنتوا تشيلوا البذور تلبسون قفازات، لأنه لما تلبسوا قفازات تجدون طول النهار يدكم حارة من حرارة الفلفل. بسم الله، حطي الدجاج هنا. واضح؟ أقول لك واضح؟ إيه بس كنا هذي أفوي بس ينزل. أيوه. شوفوا أنا حط البهارات، هذا الفلفل الحار والكركم والكمون. عطني هذا وهنا أحط عليه الفلفل الحار اللي قطعته والثوم والجنزبيل والليمون. استنى احنا رايحين بالله شوي مويه. حاضر. واحط 2 البيتين روب، وهخلطه كل المكونات هذه، وبعدين اغطيها واحطها في الثلاجه لمده ساعه. بعد الساعه اوريكم هذه الخطوه اللي بعدها. اذا صار ما عندكم بصل مقرمش تحضرونه خلال الساعه. عطني شوف. عطني فين. حاضر. شوفوا احنا قلبه، لازم تخلطوا المكونات كلها زين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنخلطها وارجع لكم. شوفوا خلاص انا خلطت كل المكونات، الحين هغطيها وادخلها الثلاجة زي ما قلت لكم اقل شيء ساعة. طبعا بالنسبة للرز، الرز ما راح اغسله الحين ولا نقعه الحين، لانه الرز يبين نص ساعة بس. فقبل اطلع الدجاج بشوية من الثلاجة هغسله وانقعه. بعد الساعة هذا اوريكم الخطوة اللي بعدها. اكون انا برضو حضرت الرز. شوفوا رجعنا لكم بعد ساعة. شوفوا خليتها ساعة في الثلاجة، وعندي هنا الجدر اللي هطبخ فيه، حطيت فيه شوي زيت. طبعا نقعت الرز غسلته ونقعته لمدة نصف ساعة. وعندي شوف هنا البصل سويته، وعندي هنا نقعت مي ورد مع زعفران وموية حطيت له، عندي بقدونس غسلته ونشفته يعني ما في ولا قطرة موية، عندي زبدة، وعندي هنا البهارات الصحيحة اللي احطها مع الرز اللي احنا وريكم اياه. بس خليني انزل الدجاج. بسم الله، اول شيء ابدا في الدجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل خلطة ماء، عشان بارد فنزل على الزيت هذا وبرد الجدر. احنا نخليها 10 دقايق على نار عالية. خليني بعد 10 دقايق اوريكم عاد الخطوة اللي بعدها عشان ما ابغى اطول عليكم فيديوهات. طبعا مع التقليب المستمر يعني ما تخلونه بس تقلبونه.
شوفوا هنا بعد 10 دقائق على نار عاليه، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، لو تشوفون عندي الريحه تبارك الرحمن، شوفوا لنا خطيه توصلكم الريحه. شوفوا هنا خلاص بعد 10 دقائق على نار عاليه ما شاء الله تبارك الرحمن، لو تشوفون الريحه ما شاء الله. الحين احط عليها شوي بصل بالكرمل شوي. هنقلها العين ثانية بس خليها على نار وسط. هذا البصل اللي أول مرة أسويه، العادة أسوي قلاية الزيت، المرة دي أول مرة أسوي في القلاية الهوائية، صراحة تجربة ناجحة. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، من كذا بسوي لكم وأصور لكم. شوفوا ما شاء الله. حطيت عليه أربع بصلات طبعا. حطيت عليه رشة شوفوا غطيت وأخليه على نار متوسطة الدجاج على ما أسوي الرز. حطيت عليه رشة طحين ورشة ملح وملعقة زيت بس فقط. طلع شوفوا ما شاء الله، أول خمس دقايق خليته على 200 درجة الحرارة، وبعدين بعد الخمس دقايق فتحته عليها وقلبته، وبعدين نزلت الحرارة 160. بس طبعا كل خمس دقايق تقلبونه، بس طلعت تجربة ناجحة. عشان أنا كده أصور أفضل من الزيت. الحين هحضر الرز، سوي الرز على ما يكمل الدجاج سوا. شوي نزل حطة ماي حار، عندي هنا الملح، وعندي هيل حبتين، وعندي ملعقة كبيرة كمون حب، ودرسين وقرنفل هحطه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حق الرز، الماي لاصق في الرز، لان هسلق الرز كذا 90% او 80%. انا بس ازيد عليه شويه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. اكثر ناس كمان طبعا الدجاج هيستوي على ما يخلص الرز ان شاء الله يكون استوى الدجاج، ما راح يطول. ولا تنسوا تضبطوا الملح حق الدجاج، ملحة الرز برضه. خلي الحين يستوي الرز واشغله، بعدين اوريكم الخطوه اللي بعدها عشان بطلع لكم فيديوهات. شوفوا خلاص استوى عندي الدجاج، انا طبعا جبتكم حطيته على النار وسط، خليني اقفل على النار، والرز سويته وصفيته. بسم الله الحين انزل الرز. طبعا انا مسويه كميه الرز عندي، وبعد الكميه ارجع لكم انتم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا باقي في مويه تحت يعني حقت الدجاج باقيه، ما تخلوني ينشف. وبعد 10 دقائق تحطوا له على النار وسط، تنتبهوا له. حطني فاني هنا، حطيت الرز، بعدين احط شويه من البصل المكرمل. بسم الله الرحمن الرحيم. وشوي بقدونس عندي، بس البقدونس اهم شيء يكون ناشف. خلنا نطفي على النار عشان هنقلونا على النار ثانية هادية. هاتني بعد زيادة وانزل الرز بسنة عشان ما ينشف عندي، لان هنا النار عندي عالية. Thank you.
وعندي هنا مي شوي يعني مي ورد مو كثير، والباقي كان مي حار حطيته على الزعفران عشان يتنقع بسرعة. هحطه، بسم الله الرحمن الرحيم، وأحط شوي بصل وأخلي شوي حق التقديم، زيت أقدم أزين في الصحن، وأحط الزبدة وأسكر عليه الحين وأخليه على النار هادية لمدة 20 دقيقة. جيت هذا أنشب وأوريكم إياه. شوفوا خلاص بعد 20 دقيقة، بسم الله الرحمن الرحيم، ما فتح تاني يعني خلال 20 دقيقة ما فتح تاني النار. هنا قلبة، بسم الله الرحمن الرحيم، الدجاج مستوي ما شاء الله. عم كثر الرز اليوم، خلينا نظبطه، بسم الله ما شاء الله. شوف الدجاج ما شاء الله دايب، خليني اوريكم، شوفوا ما شاء الله، ازينه بالبصل، بسم الله الرحمن الرحيم، وحط عليه شوي بقدونس، طبعا التزيين هذا رجع لكم انتم، انا هذا زينه بالليمون واوريكم بعد الشكل النهائي.